الرحمن الرحيم. لا تخافي اختي، لا تخافي، انا مالي جاي اذيكي. شو بدك مني؟ انا جايب لك امانه من ابوكي. ابي انت بتعرفه؟ ايه بعرفه، كنت محبوس انا وياه بهوش واحد. ابي بالسجن ولازم نخلصه من حبل المشنة وبسرعه. ايه مثل ما عمل لك ابوكي، في ناس دزوا عليه انه هو اللي عم يطلع الرجال ضد الفرنساوي، واجا الفرنساوي واخذه وحطه بلاهوش، وهلا بده ينعدم ان قال ايه وان قال لا. فلهيك احنا لازم نساعده باسرع وقت. كيف؟ انت قلتي لي مثل ما خلصوني اهلي وهربوني من السجن. كيف خلصوك؟ في واحد هنيك بالقلعة واصل، دفعوا له مصاري واتفقوا معه، وهو اللي هربني من هنيك ونفذني. طيب هاد الزلمة قديش فته؟ صراحة 100 ذهبة. هلا اسمعي اختي، انتي امني 50 ذهبة وانا بامي 50 ذهبة انا والرجال، شنو ابوكي الله العليم هو اللي بيعرف قديش له معزة عندي. مشان هيك جيت لعندك وقلت لازم خبرك. وشغلة تانية، هاي الأمانة من أبوكي اللي بتروح وبتوصلها لبنتي باليد، بس الله يوفقك. حسك عينك حدا يعرف إني أنا جبت لك هاي الأمانة أو تقولي لحدا شيء، شنو الله وكيلك إذا دري الفرنساوي لح روح فيها أنا وأبوكي ولح ننشني. فهمتي علي أختي؟ اسمعي اختي، انا بعد بيومين بشوفك بتكوني امنتي المصاري ان شاء الله بخاطرك. قلقتيني اختي. شوفي اختي، انا عرفت وين ابوك. عن حق عرفتي وين ابي؟ صوتي صوتك، ما لازم حدا يدرى ابدا ولا بيخرب كل شيء. ما فهمت. ابوك محبوس عند الفرنساوي ولازم نساعده لحتى يهرب. ايوه، وشلون بدنا نساعده؟ لازم نأمن 50 ذهبة وندفعهم للشاب لحتى يساعد أبوكي ليهرب. لحظة، أنتي منين بتعرفي الشاب اللي بده يهرب أبوكي؟ أنا ما بعرفه، هو إجا لعندي وعطاني هالمكتوب. خدي اقري. بناتي وقرة عيني، بدعي الله تكونوا بخير وصحة وعافية. من يوم ما افترقنا ما غبتوا عن بالي ولا تكي، ولما يصلكن هالمكتوب رح تكونوا عرفتوا اني محبوس. والله اعلم اذا رح اطلع من الحبس وشوفكن ولا لا. وصيتي لالكن تديروا بالكن على حالكن وما تخبروا حدا بالمكتوب حتى بيت عمكن، لان اذا الفرنساوي دري رح تتقاسوا. الله يحميكن ويجمعنا على خير. اختي لازم نأمل 50 ذهبة من تحت الارض. شرف يا بي، هدول حساب الحمولة كاملة. أبو محجوب كمل حسابه؟ أبو محجوب قال بكرة بسكر لك على الكامل. ماشي. هلأ شو بتريدنا نعمل يا بي؟ بدنا نصبر عليه لحتى يدفع سعر الحمولة مثل ما أخذها قبل الغلاء، بعدين منبيع التجار على كيفنا. أنت بتأمر يا بي. الله يرضى عليك. الله يسلم الديات يا معني. الله يسلمك، وبركدا ما رجع سعرها مثل ما كان. لك أنا متأكد ما بيفرط بالبضاعة بنور. إيه الحمد لله اللي التقى مين يشتري منكم الحمولة بعد ما ارتفع سعرها كل هالقد. لك يا ست الكل، يلي بيفوت على المصلحة جديد ما بيعرف إمتى بيرفعوا الأسعار وإمتى بينزلوها، وبيلاقي البضاعة مثل لقمة الغلا. الحمد لله الحمد لله، الله يرزقكم يا رب. لك الله يخلي لي هالبضاعة الحلوة. يخلي لي يعني. ما قلتوا لي بنات أخي وينه؟ بنات أخوك نايمين جوا. أنت شو عم تقولي؟ بدي بيع حصتنا من البيت والبواكي. نحن وين بدنا نصفى؟ مستكري بيت. طيب وبيت عمك شلون بدهم يعيشوا بنص بيت؟ لك اختي ما عنا حل تاني. طيب خلص انا ببيع صيغتي. لك صيغتك على صيغتي على صيغة المرحومة امي ما بجيبوا اكثر من 10 ذهبات. ما فينا نتدين الباقي؟ لك اختي مين بدين مبلغ كبير بهالايام؟ معك حق، بس
بس والله صعبة، شو بدنا نقول لعمك؟ ما في حل تاني اختي، هذا الحل الوحيد حتى ننقذ ابي من الحبش. عمي انا واختي بدنا نبيع حصتنا من البيت والبواكي. شو؟ وليش بقى؟ هيك احسن لنا ولكم. حدا ضايقكم شي؟ لا بس نحن هيك بدنا. من يوم يومنا عايشين مع بعضنا ومكأننا عائلة وحدة. شو هذا ما بدأ بدكم تبيعوا حصتكم؟ بدنا نسكن لحالنا. هذا الكلام ما بيصير، نحن ما عندنا بنات تسكن لحالها. بس يا عمي ما في بس، أنا بإمكاني أعطيكم حصتكم، بس أنا ما بتطمن إلا لحتى تكونوا قدام عيوني، أنتوا أمانة أخي عندي. عمي والله العظيم فيك تجي تزورنا إمتى ما بدك. طول مو أخي مو موجود بدكم تضلوا هون. بس يا عمي أنا بدي خلص هذا اللي عندي، سكري على الموضوع. الله يرضى عليك يا بنتي، قراركم هذا غلط، استهدوا بالرحمن وغيروا رأيكم، طولوا بالكم شوي. امسكي هدول حق الصيغة، اعطيه اياهم وقولي له بعد يومين بنأمن له الباقي. حاضر اختي. يلا روحي ولا تطولي امان. ماشي. ديري بالك حالك. وانتي كمان. الله معك. الله ييسر لك. مهونه مهونه يا رب تحميكي يا رب. شو ما صار بصيغة؟ وين راحت اختي؟ احكي لشوف. بحكي لك بحكي لك، بس اماني اماني لا تقول له لعمي. فوت احكي لشوف. يلا يلا. فوتي قدامي. هي حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي، تفضل. الله يزيد فضلك. شو امنتيهم كلهم؟ شو هاد اختي؟ مو هيك اتفقنا هدول ما بيكفوا؟ اخي والله بعرف، بكره باذن رب العالمين بيكون لك مالي عندك. لا حول ولا قوه الا بالله، اكيد هذا الحكي. اكيد ان شاء الله. اختي الله يوفقك، ها ما بدي هيك ولا هيك، هدول المصاري رايحين لابوكي. والله بعرف يا اخي، بكره باذن رب العالمين بكون مكملت لك بقيه المبلغ. بإذن رب العالمين، معناتها بكره مثل هذا الوقت انا بكون عندك هون، بكون امنتي لي اياه كله. ايه ايه. يلا بخاطرك، السلام عليكم. وعليكم السلام. ماني عم صدق، ماني عم صدق، انت واختك يطلع منكم هيك. بوس ايدك وطي صوتك، نحن ما عم نعمل شيء غلط، نحن عم نساعد ابي. لك عم تهسه بتقلي وطي صوتك، لك انتم ما فيكم عقل، ما فيكم عقل. شو قصدك؟ قصدي انه عمي مستحيل يبعت زلمه غريب لعند عرضه وشرفه، لك عمي وانا بعرفه العمى. بس عمك بعت مع الزلمة مكتوب، ليكو شحوا المكتوب. ما بدي شوف شي. يعني بدك تقول لأبوك؟ لا رح امشي معك انت واختك للآخر، بس رح بورجيكم انه هذا الزلمة كذاب ولك كذاب. طيب شو رح تعمل؟ عن حق عم تحكي ابن عمي؟ لك مثل ما عم قلك، بس الله يرضى عليك ما بدي حدا يعرف بالموضوع بنوب، وخص نص البنات، لأنه ما عرف شو بيصير، ما بدنا ينكسر بخاطرهم. اطمن، ما رح افتح تمي بحرف، بس ابن عمي انت متأكد أو جماعتك أكدوا لك إنه أخوك من بين المساجين اللي رح يطلعوا؟ لك أكدوا لي، بس نحن ما بنقدر نقول فول ليصير بالمكيون. إيه، الله يطلع فيهم لهالبنات ويكون أخوك من بين المساجين اللي رح يطلع ويطلع بخير وسلامة إلهي. اللي الله بيريده بيصير، لا حول ولا قوة الا بالله. ما فهمت عليكي، بدك تجننيني يعني؟ اثبات شو؟ ما بعرف. لك يا بنت الحلال، انا عم بخدمك خدمه الك ولابوكي، وعم نفد ابوكي من حبل المشنقة، بتقولي لي بدك اثبات؟ انا مو جايني شيء. ايه، وانا كيف بدي اعرف اذا انت صادق او لا؟ ايوه، يعني هلا انا شو بفهم منك؟ هي المصاري جاهزين، بس تجيب لي الاثبات واعطيك اياه. ولك اثبات شو بقى؟ بدك تجنني؟ هاتي لايدي. لك ما لعب عندها. شو اللعبة اللي عم تلعبها ولا؟ ولك احكي. هي لعبة ما في شيء، بس انا بدي اخذ المصاري مش حنطلع. انت واحد كذاب، احكي الحقيقة ولا؟ ولك احكي. منين جبت اخبار عمي؟ ولك احكي. بصراحة انا كنت عم كذب عليها عشان اخذ المصاري منها. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. ايه كمل. اخبار عمك جبتها، عزه هو ومالي من ناحية البواكية، عم سمع ابوك عم يقول لواحد بيشتغل مسؤول بالقلعة انه كل شيء محابيس طلعوها من السجن، عم عزه وجع حكاتي كل شيء، قلت له اعمل هذا الشيء انا
يا واطي اسمعوا، لا انا ما راح اطلع كل حق اتركك عايش، بس قسما بالله اذا بتقرب على بنات عمي لا اطلق بارضك، اطلع بالمصاري ولا لك اطلع، اطلع بالمصاري لشوف، اطلع بالمصاري عم لك خذ يوم منه. الله لا يوفقك. درمن من هون درمن. سليم ما رح تقول لعمي بالشي اللي صار، مو هيك؟ لك انا لا شايف ابني ولا شايف بنات اخي، وينه؟ والله ما بعرف، بس انت لوين رايح؟ رايح جيب اخي من السجن، اوعي تقولي لهم لبنات اخي انه رايح جيبهم، سبدي اعمل لهم اياها مفاجأة. ولا يهمك، الموضوع سر بيني وبينك. يخلي لي الله ييسر لك، الله يوفقك الهي. يا رب يا رب دخيلك ييسر له امره ويطلع على الزلمه بخير وسلامه يا رب.